وانتو بتجافوا قلبي اللي بيحب حرقتو سلافوا خافوا من الله من الله خافوا. صباح الخير، اليوم بدنا نشرب قهوتنا مع شابة موهوبة جدا، صوتها الجميل ما خلاها فقط تغني بشكل عشوائي بل استغلت هاي الموهبة لحتى تساعد عدد كتير كبير من مرضى السرطان تحديدا، وأيضا اختصت في الغناء الثوري والوطني. صباح الخير جود أبو بكر. صباح النور، أهلا. بدي أول تحكي لي عن جود، مين جود؟ اسمي جود أبو بكر، عمري 25 سنة، درست بكالوريوس تصميم داخلي. حياتنا نحن أصبنا بالسرطان، كان قوي جدا ونحن كنا الأقوى، نحن القوة دائما، لن نستسلم لن نهاب، لا يكون السرطان إلا ضعيف هزيل. بدك تحكي لنا عن حملة كنت جزء منها، هاي الحملة استغليتي فيها الموهبة اللي عندك إياها من أجل المحاربين السرطان، احكي لنا عنها. إحنا مبادرة محاربي السرطان كنا تقريباً عندنا نشاطات كل فترة، يعني كل شهر بمحافظة، كل شهر بمكان، يستضيفونا بلديات ومراكز وهيك لحتى ننشر وعي أكتر، مثلاً للفحص المبكر للناس اللي عندها وعي قليل عن هذا المرض، وبنفس الوقت بندعم الناس اللي خايفة من هذا الإشي والحالات الصعبة اللي خليها تشوف حالات زيها مرقت بهذا الإشي، فإنه يحفزوهم إنه في أمل وفي حياة وفي ناس بتمرق وبتنجو من هذا الإشي. وأنتي بشكل دائم كنتي تتعرفي على مرضى سرطان ومحاربين سرطان، قديش هذا الإشي كان بيأثر عليكي بشكل إيجابي أو سلبي؟ بيأثر علي بإشي إيجابي كتير، لأنه هم بيقووني بقصصهم. أوكي أنا ممكن كنت أدعمهم بصوتي نغير جو ومفرفش وهيك، بس هم كانوا بيعطوني قوة لأنه كنت أشوف إنه هم قويين كتير، رغم إنه يعني في أشياء بتعيقهم بالحياة، فكنت أحكي إنه ليش طيب إحنا مثلاً الحمد لله أصحاء وما عنا إشي وفي أشياء إنه بتوقفنا، فهم في أشياء موقفتهم بس ماشيين بالحياة، عرفت كيف؟ يعني هم كانوا يدعموا الناس الأصحاء. طلت البارودة والسبع ما طل، يا بوز البارودة من دمه مبتل، ما بيني وبينك سلسل وادي، وين رحت غادي يا عز احبابي بابي، طلعت البارودي والسبع ما جاش، يا بوز البارودي من دمه مرتاش، ما بيني وبينك سلسل وادي، وين رحت غادي يا عز احبابي بابي،